مرحبا بك. مرحبا. اللي بغى القديم راه كيبدا من 500 حتى 540، الجديد راه من 550 حتى 590 600، على حساب شنو بغيتي انت تاخدي. هذا دوز سؤال البنات 25000 ريال. ندوز لكم واحد السميه، هي سميه خطيره فيها غرام فاصلة 3، سميه خديجه. اللي ما عندوش خديجه في الدار يعلقها في الحيط. السميه ديال خديجه واخا تبان لكم مقلوبه، خديجه اسم ديالها، راه فيها الطول ديالها فيها 3 سنتيم ونص، 3 سنتيم ونص ديال الطول. السميه ديال خديجه فيها غرام و 30. السميه راه كطلع غاليه، راه معروفه السميه كطلع بوحده غاليه. نحسبها لكم 530 في المستعمل، بحال جاتها 690 درهم. اسم ديال خديجه ب 690 درهم، كتبه ديال لازير، خدمه ممتازه، 690 درهم. اسم ديال خديجه ب 690 درهم، فيها غرام و 30. اللي عجباتها وسميتها خديجه ولا طاقي شي صاحبتها سميتها خديجه، مرحبا بها، تستافد من هاد السميه هادي. دوز لكم واحد خويتهم حتى هو، هذا فيها البنات 4 الغرام، الناس عشاق القديم. اللي عارفه السميه ديال هاد الخاتم هذا تكتب لنا سميتو في الكومونتير. 500 درهم الغرام في المستعمل، فيها 4 الغرام ب 2000 درهم. الخدمه الاولى البنات الصح والاتقان، الطويبع ديالو، القياس ديالو البنات تقريبا اللي هو 1.9 في القياس. اللي عارفه السميه ديالو تخليها لينا في الكومونتير. 2000 درهم فيها 4 الغرام، 500 درهم الغرام. يلا بارطاجيو معنا البنات اللايف. انا ندوز لكم واحد البراسلي وخويتم ديالو، فيه 14 غرام و 20. ها هو البراسلي خطير، 750 كاره ديال برا، براسلي ديال ليبول، فيه ليبول ما فيش حجيرات، ليبول صغيرين. خويتم والبراسلي ديالو ثمن مناسب فيهم، ثمن المستعمل غنحسبوهم 530 درهم الغرام، 750 راه مطراسي مكتوب لداخل. هاي اللي بانت لكم، هاي كاينه هنا 750 كاره مطبوعه فيه، خدمه ديال برا ممتازه. 530 درهم الغرام في الجديد، راه واصلين حتى 700 درهم في الموديل ديالهم. اللي بغات البراسلي بوحدو فيه 10 غرام فاصله 8، ها هو. اللي بغات الخاتم بوحدو فيه 3 غرام ونص، 10 غرام فاصله 8، تاكدوا في الميزان 10 غرام فاصله 8 في 530. البراسلي بوحدو 5720 درهم، 5720 درهم. الخويتم ديالو فيه 3 غرام اونص، 1850، 5720، 1850 درهم. بالنسبه للقياس ديال الخاتم حيت ما كيتزادش، فيه 1.9، ما كيتزاد ما كيتنقص، 1.9 في القياس في الخاتم ديال 1850 درهم. بالنسبه للبراسلي ديالو ديال 5.8 في القياس، 5.8 في القياس، 5720 درهم، 530 درهم الغرام. ما فيه لا حجيرات لا والو، كله فيه ليبول. اللي عجبو دير ليه سكرين وتواصل معنا في النمره اللي 06-25-88-47-80. ومرحبا بالجميع، واللي نوى شي حاجه الله يسخر لي فيها، والله يكبر بكم كاملين البنات على البارطاج ديالكم وعلى المسانده ديالكم على المجهود ديالكم. الله يكبر بكم كاملين، الله يعطيكم ما نويتو في خاطركم. اللي عجبو دير ليه سكرين، مرحبا. الناس عشاق طروادي، خويتهم تاو في المستعمل، باقي جديد، هادشي راه ما كيدوش في المستعمل، دوزتو لكم في المستعمل. الثمن ديالو مناسب، فيه 2 غرام ونص، 530، 1325 درهم. بالنسبه للثمن البنات اللي كنقولو راه ما فيه ما يتنقص، والتوصيل راه مجاني، فيه 1.9 في القياس، ها هو، فيه 2 غرام ونص، 1325 درهم. الثمن راه مناسب حتى للحد. مرحبا بك اختي ساره، غير سكريني اختي، ها هما.
لي سكرينات هي الاولى تواصلت معايا ب 0625 88 47 80. تاكد ليا في القياس سكرينيهم وتواصلي معايا اختي وكلشي ديالك. 1325 درهم قياس 1.9. عصام الله يحفظك لي اخويا الله يبارك فيك الله يحفظك. انا البنات عشاق ديال الفان كليف وهاد الحلقات هام والله ما منكبرهم فيكم هام يتغسلوا يتباعوا ثمن جديد وطايرين في ثمن جديد معروف الثمن ديالهم هادو اللي مضوبله السداده ديالهم مضوبله ماشي رقاق صحاح ومتان الحجر ديالهم فيكس ديال ثلاثه الوريدات ديال الفان كليف فيهم البنات 3.5 غرام 540 ديال الفان كليف كتجيهم 1890 درهم حلقه ديال الفان كليف في المستعمل 1890 درهم السداده ديالهم غليظه ماشي رقيقه اللي عجبوها دير لي مسكرين وتواصل معنا 1890 درهم توصيل مجاني لجميع المدن حلقات ديال الفان كليف ثلاثه الوريدات 1890 درهم. مرحبا اختي شاد راتكم ودي العام كاينين اختي انا نسالهم ندوزهم لكم ان شاء الله 1890 درهم. الناس اللي كيسولوني الحلقات ديال الصفاره في المستعمل ها هما حلقات ديال الصفاره دوك الطوال تقريبا نقول لكم شحال فيهم من سنتيم فيهم جوج سنتيم حلقات ديال الصفاره الطوال راه معروفين جوج سنتيم الميزان ديالهم فيهم جوج الغرام فاصله جوج جوج فاصله جوج 530 1160 درهم 1160 درهم 23 و200 1160 درهم توصيل مجاني لجميع المدن. ألف ومية وستين درهم. البنات اللي دخلات دير بارطاج دابا دابا الخامة البنات واصل 495 9900 هادو دوزناهم. كاين هاد الخويتم هذا فيه الحجر مسيرتي اللي عجبها دير لي سكرين وتواصل معنا القياس ديالو البنات اللي هو 1.9 ها هو 1.9 في القياس الثمن ديالو فيه 4.3 غرام 530 2280 درهم 2280 درهم 45.600 ريال 2280 درهم اللي عجبها دير لي سكرين وتواصل معنا. لا السلام ورحمه الله اختي جنات لا ما عنديش مفتولين ما بقاوش عندي ديال العظم العظم اللي ما مفتولين ما والو شنو مازال كاين واحد الخويتم ديال الوريدات ها هو هذا ديما كيطيح واحد الموديلات هذا كيطير ما كيبقاش اللي عجبها صحتها القياس ديالو البنات هذا في 1.8 ستوندار في 2.4 غرام ها هو 2.4 غرام 530 درهم للغرام 1270 درهم 1270 درهم خويتم عملي صحيح ديال الدوام 1270 درهم اللي عجبها دير لي سكرين وتواصل معنا في ثلاثه الوريدات بحال الشكل ديال الفان كليف انا البنات وعد ماريا السامبل في 4.8 غرام ها هو في المستعمل باقي تا هو شبه جديد مارياج خطير هذا راه باقي شبه جديد البنات قسما بالله اللي تعلق في الفيترين هذا لا ثمن جديد ومعظم دايبيه راه كيحطوه في ثمن جديد ما يعطيش لك في المستعمل هذا باقي جديد باقي البريو ديالو الفوق باقي 4.8 غرام حسبوا لي 540 2600 درهم والله القسم لك كيتباع ب 3000 درهم في الفيترينات 2600 درهم في المستعمل باقي جديد واللي بغا تطبع فيه شي سميه هنا راه كتطبع باللازير 2600 درهم في 4.8 غرام ها هو اللي عجبها دير لي سكرين القياس ديالو اللي هو هذا 1.9 في القياس
مرحبا اختي، كاينه لويزه حره ما عندها وحده غيجبد ليا فيها الصداع. لا اختي لا غيجبد ليا فيها الصداع، شحال من وحده غتقول لي ما خليتيهاش ليا. هاي لويزه باقا نقيه ومليحه، التاريخ اللي فيها 1906. 1906 كتكون قليله، اكثر هي كتكون 1911. 1906 كتكون قليله فيك الطيح. هاي ديال الفروج لويزه 21 كاره 3300 درهم، ناقص فيها 200 درهم كدير 3500. الشرا باش كنشريهم بين 3100 3150 حتى 3200، اللي عندها التاريخ هذا 3200 تشدها فيها 3300 درهم. 66000 ريال الوحده اللي كاينه الاولى اللي غتهضر عليها بصحتها وراحتها، هادو غاديين وكيتزادوا ما كينقصوش. هاد لويزات راه ولاو شي حاجه تحفه نادره. 3300 درهم. غندوز لكم واحد الحلقات بالبوندونتيف ديالهم، فيهم جوج الغرام ونص، ها هما. حلقات فيهم جوج الغرام ونص، حلقات ديال التخرام بالبوندونتيف ديالهم فيهم جوج الغرام ونص، 540 جاتهم 1350 درهم. هادشي واش غيعطيو لكم في القديمه البنات؟ هادشي الخفيف راه ما كيسلكش في القديم، والله ما كيسلك، ولكن ما مشاش في الخلا. كلكم مرحبا بكم، واللي بغات شي حاجه الله يسر ليها. 1350 درهم مشاتها في الحباب. غير اللي دخلات البنات دير معنا البارطاج وتواصلوا معنا في النمره 0625 88 47 80. ومرحبا بكم عند مجاوره عثمان قيصريه اناسي مدينه الدار البيضاء. 1350 درهم 27000 ريال حويلقات والبوندونتيف ديالهم. هادو دوزناهم، اللي عجبوها دير لي سكرين. اختي سعيده كاينه في مدينه الدار البيضاء قيصريه اناسي. انا واحد الحلقات ديال التخرام، ها هما بحال الشكل ديال البارابول. اما اللي عجبوها دير لي سكرين وتواصل معنا، بغات تفرح ميمتها والعزيز عليها هاد الموديلات بغات تلبسهم. السلسله ديال اللويت، لا اختي السلسله ديال اللويت والو ما طيحش عندي شي وحده في القديم. حلقات بحال الشكل ديال البارابول، الميزان ديالهم فيهم 3 غرام ونص، 540 3 غرام ونص. الثمن ديالهم 1890 درهم. 1890 درهم ديال العمود، العمود ديالهم راه غليظ وصحيح. 1890 درهم. اللي عجبوها دير لي سكرين وتواصل معنا في النمره اللي مخلي لتحت 0625 88 47 80. كورميت بنانه متوسطه، لا اختي بنانه متوسطه في اليد لا ما عنديش. كاين هاد الخويتم، هذا خويتم انيق، القياس ديالو اكثريه كيعجبهم هاد الموديل هذا، ولكن القياس البنات فيه جوج سنتيم في القياس، جوج سنتيم في القياس اللي فيه، فيه 3 غرام 540. هاد الموديلات راه غاليين شويه، ودوزنا لكم على المستعمل 1620 درهم 32400 32400 ريال، فيه جوج سنتيم في القياس. اللي عجبها دير لي سكرين تواصل معنا. الصدارة ديالهم اختي كليبس اللي كيطرطق اللي كيتفيكسا، ها هما اللي دوزنا ب 1350 درهم على البوندونتيف. السدادة ديالهم هي هادي، راه معروفة هاد السدادة اللي كتفيكسا. نسيت لكم واحد السنيسة ديال الأمواج، ها هي ديال السدات اللي غتاخدها، راه باقا جديدة باش تعرفوا، راه ما مقطعة ما والو. هانتوما شوفوا مع السنسلة كاملة كيفاش غادا، يعني كون كانت المواج مقطعة ولا مسودية كتبان فيها، وكتبان جهة كبيرة وجهة لا، باقا كيما جديدة، باقا كيما خداتها السيدة مولاتها. ها هي بالبوندونتيف ديالها، السلسة ديال الأمواج مع البوندونتيف، الطول ديالها طويلة تبارك الله، تأكدوا لكم في الطول. فيها 54 سنتيم،
54 سنتيم ديال الطول في السنسه ديال المواج. مرحبا بك اختي ماما الضوحه، كنصيفطو اختي لجميع المدن المغربيه، فين ما بغيتي شي حاجه ديري سكرين الحاجه اللي بغيتي وتواصلي معنا في الواتساب 0625 88 47 80، فين ما كنتي اختي توصلك الامانه حتى لعندك، تفركسي عاد خلصي ترى تشوفي الامانه ديالك عاد خلصيها. الطول ديال السنسه ديال الامواج 54 سنتيم البنات، نسبه الثمن ديالها فيها 7 غرام فاصلة 7، ها هي 7 غرام فاصلة 7. شحال غنخليها لكم؟ شحال ندير معكم ثمن زوين في هذه السلسله؟ راه باقا تبيع في الجديد 7 غرام فاصلة 7، حسبوها ب 535. لا لا يلا لا دار لا ديرار، 535 درهم الغرام، جات 4120 درهم، 4120 درهم، 54 سنتيم في الطول بالبوندونتيف ديالها كما كتبان لكم. بوندونتيف راه طويله شويه، تقريبا بوندونتيف راه هابطه تقريبا فيها 4 سنتيم، 4 سنتيم اللي في البوندونتيف ديالها. الطول ديال السلسله 54 سنتيم، الى عجبتها دير لها سكرير 4120 درهم، 535 درهم للغرام. الله يحفظك لي اختي هند، مرحبا بكم كاملين. انا واحد سوليطير كبير عاوتاني، سوليطير واحد قياس ديالو كبير اللي عنده صبيعات كبار، فيه جوج سنتيم، جوج سنتيم فاصله واحد، هو فيه 1.8، 500 درهم للغرام البنات، هذا 1.8، تأكدوا منه، 18000 ريال، 900 درهم، 900 درهم، فيه جوج سنتيم فاصله واحد في القياس اللي عنده الصبع كبير، 18000 ريال، 900 درهم، 500 درهم للغرام هذا البنات. مازال كاين واحد الخويتن 3.5 غرام ديال الفيرزاتشي، عشاق ديال هاد الخويتمات هادو، 3.5 غرام في 530، 1850 درهم، خويتم صحيح ومتين، 530 درهم للغرام، 1850 درهم، القياس ديالو البنات هذا فيه جوج سنتيم قد قد، جوج سنتيم قد قد، اللي عندها الصبيعات ديالها جوج سنتيم، دير سكرين وتواصل معنا. لا اختي كاينين في كازا اختي الغازي، مرحبا بك، كاينين في كازا وكنديرو التوصيل لجميع المدن المغربية، 1850 درهم، قياس جوج سنتيم. هاهي البنات القنبلة ديال الليبرا هي هادي، حويلقات ديال الجاكوار، أنا اللي بيعهم للسيدة خداتهم من عندي، مضربتش فيهم حتى 3 شهور، عندها ظروف ديالها خاصة، عاودات بيعتهم ليا، طيحنا لها شوية ودوزتهم ليكم في الثمن المستعمل، يعني باقيين جداد ديال الجاكوار، راه باقيين جداد على البراسي ديالهم البنات، راه مازال عندي في الجديد. ها هو مخداش من عندي هي البراسي، خداش من عندي غير الأونسومبل برا بلاصي، ها البراسي ديالهم مازال عندي في الجديد، ها هو في الجديد دابا راه واصل تقريبا حتى 590 درهم، 580 درهم في الجديد، معروف الخدمة ديال الجاكوار هذا في الجديد كاين. الحويلقات ديالو كاينين في المستعمل، ها هما فيهم 11.6، 11.6، ها قولوا لي البنات دابا هادو شحال يستاهلوا، بلا كذوب بلا نفاق بلا حتى شي حاجة، لا ضرر لا ضرار، شحال يستاهلوا هاد الحويلقات ديال الجاكوار، عوينات حمر، غير قولوا لي في الكومونتير شحال يستاهلوا، اللي جابتها لاصقة نديرو الثمن ديالها، غير تكيسوا عليا هانتوما، شحال يستاهلوا البنات هادو في المستعمل. حلقات ديال الجاكوار في 11.6، شحال يستاهلوا هادو في الجديد وشحال يستاهلوا في القديم، ها انتوما البنات دابا كلشي ديالكم، 11.6، اختي مليكه قالت لنا 550 درهم للغرام، هذاك هو الحق ديالهم. اختي فاطمه الزهراء قالت لي 540 درهم للغرام، يلا البنات لي الصوت ديالها مسموع كامل وتعاود نفس الثمن ديالها، نخليو داك الثمن اللي غتقول، يلا حد الان كاينه 550 540، يلا قالت تستاهل 120000 ريال. ماما الضوحة الله يكبر بك اختي، غنحسبو ليهم البنات، 545 درهم، 545 درهم للغرام،
يا الله على الهوته ديال بصح الثمن ديالهم غادي من 6320 درهم 545 درهم 6320 درهم للغرام. هيا هاوتا لا تعوض البنات هادو ثمن جديد. حسبت لكم الثمن القديم 6320 درهم. اللي عجبوها دير لي مسكرين والله يسخر لاي واحد. مرحبا بك اختي خديجه شكرا لك بزاف. 510 حنا خليناهم 545 545 درهم للغرام اللي في الحظ ديالها ومكتبين ليها الله يسخر ليها 6320 درهم 126000 ريال و400 سداده تبارك الله راه غلا يوضا الصح والعمل. ها هما اللي عجبوها دير لي مسكرين وتواصل معنا في النمره 0625 88 47 80. نسيت ما دوزت لكم قلاد عصير الصابون هذا قياس ديالو هذا العبار مع طويل بزاف العبار ديالو تقريبا واحد تسعود ايجيها اللي كتلبس واحد تمنية واحد تسعود ايجيها هذا الخاتم طويل ديال عصير الصابون فيه تقريبا 3 سنتيم فيه 2.9 في الطول 2.9 في الطول البنات ديال عصير الصابون كيجي معمر ليد او كيما كيبان لكم عصير الصابون خدمه نقيه وممتازه. الميزان ديالو البنات فيه 6.1 غرام فيه 6.1 غرام 550 هذا البنات 3350 درهم 67000 ريال ها هو 67000 ريال القياس ديال 1.8 1.9 يجيهم وبقى معنا هاد الكولي هذا 750 كارا كما غتشوفوها هاي مطبوعه هنا اللي ما بانش لها مزيان نصور عليها 750 كارا مطبوعه خدمه ديال برا بالنسبه للسلسله ديالو باقا نقيه ما مقطعه ما والو باقي حتى الغسيل ما مغسولش كولي خطير شي حاجه انيقه. يلا قولوا لي البنات هذا شحال يستاهل انا غنمشي معكم اليوم نتوما اللي قلتوها غنطبقوها حنا ما عندناش غرام ديال المشكل هادشي كنديروه معكم حيت عزاز وغاليين وكتصبروا معنا كتبارطاجيو معنا ضروري نعوضوكم شي ميزات بحال هادشي هذا شحال يستاهل الثمن ديال هذا الثمن اللي غتقولوا لي البنات غنحاولوا نطبقوه غير ما تضيعونيش لا دار لا ضرار ديروني بحال واحد خوكم مرحبا فيه شويه حجيرات من هنايا حجيرات خفاف اللي فيه ديكور ديالو بحال ماكا غزال شحال يستاهل في الثمن ديالو 750 كار يعني الذهب ديالو خالص 100% شحال يستاهل الثمن ديالو حتى ما قلتش لكم الميزان ديالو هذا البنات فيه 20.9 غرام 20.9 غرام سمية أم ولادي دارت 500 درهم 540 درهم 500 درهم 530 درهم مرحبا أختي حنا غنديرو لي تمن حسن داك التمن اللي درتو كاع يلا غنديرو بين 540 و 530 ياك هذا البنات غنديرو لي 525 درهم للغرام 525 درهم للغرام فيه 20.9 غرام في 525 10500 يلا على قبل دوك الحجارات حنا حيدنا لكم تقريبا 25 درهم ولا 20 درهم في الغرام 525 درهم الثمن ديالو جاتو 10970 درهم ثمن مناسب 525 درهم للغرام لا دار لا ضرار ها هو كما كتشوفوا اونسومبل كولي ديالو انيق يعني راه كيجي واحد اللبسه فيه تبارك الله ما شاء الله الثمن ديالو طلع ب 10970 درهم 525 درهم للغرام ها هو كما كتشوفوا اللي عجبها دير لي سكرين وتواصل معنا في النمره 0625 88 47 80 بالنسبه للناس اللي كيبغوا يتبعونا ديما على الجديد ديالنا الناس اللي كتدخل عندها تيك توك
غتدخلي اختي التيك توك ديري روشيرش غتكتبي مجوهرات عثمان سوا بيجوتري عثمان بالفرنسي مجوهرات عثمان بالعربيه غنطلع لك اختي ديما فيها الجديد. حيت علاش تيك توك اختي كيديروا معنا في المونتاج ديالو التصوير ديالو كيكون ساهل باش تصور تلوح فيسبوك والانستغرام، تيك توك كيكون ساهل التصوير، داكشي علاش ديما كنحاولوا نلوحوا فيه الجديد بالزربه. كل نهار تقريبا كيتلاحوا الفيديوهات والتصاور ديال الجديد. اللي بغات تدخل عندنا التيك توك مرحبا بها، تشوف الموديلات عجباتك شي حاجه اختي توصلك فين ما كنتي. هذا دوزناه، الله يحفظك اختي نور مرحبا بك، حضور متوسط عافاك. السلسله اختي دابا دوزنا حاليا، دوزنا القديم، بقاو لكم غير راد كوات مازال ما دوزتهمش. صبر راد كوات ديال الايد، بقاو عندي هاد الجوج هادو. غير عاونونا بالدعاء ديالكم البنات، عاد كومونتير يكون زويون، وعاد الدعاء بحال غديو مع خوكم الصغير مع خوكم الكبير مع ولدكم اللي غتمنوا لولادكم تمنوا لينا. هذا فيها البنات 19 سنتيم في الطول، فيها 15 غرام و10. شحال بغيتو نديرو الرادكو البنات؟ قولوا لي شحال بغيتو نديرو ليها. هاد الرادكو راه المتقونه ماشي شي حاجه عاديه، الخدمه المسرحه كما كتبان لكم الخدمه ديالها متقونه، ماشي الخدمه اللي كتلوى لا في اليد لا في العنق، حال بحال نفس الخدمة. أمين أختي لوبنا الله يكبر بك. أختي خديجة مرحبا بكم أخوت والخواتات عند أختكم خديجة، دعموها إلا كان عندها شي محتوى زوين ولا كتبيع وتشري الله يسهل عليها. أختي حنان ضيعتيني شوية، أختي حنان تكيسي عليا، أختي حنان 490 ما كايناش أختي حنان. ديال الايد بالنسبه لكاينه قلنا لكم 14 غرام فاصلة 3 وكاينه 15 غرام فاصلة 10. بالنسبه لهاد الراد كل مسرحه البنات اللي كتكون زربيه راه واصله حتى ل 570 درهم للغرام، على حساب الخدمه ديالها كتكون زايده شويه. بالنسبه لهذيك اللي كتلوى شويه كتكون ناقصه على بعد 20 درهم، تلقاها ب 540 حتى ل 550. بالنسبه لهذه والناس عزاز غنديروا لها 560، 560 خدمة المتقونة ماشي اللي كتلوقها، كما كتشوفوا فيها الخدمة المتقونة ديال رادكو راه واصلة 570 درهم للغرام، اللي كتلوى راه كتكون 540 550. هاد المسرحة هادي غنخليوها لكم ب 560. مرحبا بكم كاملين، اللي معجباتوش شي حاجة راكم عارفين التعامل، الناس اللي تعاملوا معايا معجباتكش اختي شي حاجة ديرها للدار، تشاوري مع راسك معجباتكش الغد ليه جيبها ليا وخودي رزقك، هادشي اللي تساليني. 560 درهم للغرام، كاينه 15 و10 كطيح ب 8450 درهم، ها هي 8450 درهم هي هذه. بالنسبه اللي رقمنا شويه فيها 14.3 ها هي 14 غرام فاصلة 3 كطيح ب 8000 درهم، 160000 ريال، ها هي 160000 ريال. والله اختي ما كرهنا ماشي على 10 دراهم، والله اختي ما نكبر فيكم 10 دراهم، مرحبا بكم كاملين، ولكن والله حتى كطلع لي غاليه مع الخدمه ديالها المتقونه، كتزيد تقريبا زيد عليا 20 درهم انا في الغرام باش نعطيها المعمل يصوب لي شي حاجه ثقه في الذهب. اول حاجه بعد هذه ما نهضروش عليها، الثقه في الذهب يصوب لك ذهب زوين والخدمه تكون متقونه، يعني ضروري كيزيد شويه في الثمن باش يحط لك ذهب زوين وخدمه متقونه، يعني 10 دراهم ما تهمكش حتى 10 دراهم ولا 20 درهم، المهم هو تاخذ شي حاجه مليحه ولا تبقى عندك ديما عاجبك، ما تاخذهاش بقلب 20 درهم وتلبسيها واللي شافها يعيبها لك يقول لك هذيك مفتوله ما لك تلوى ما لا هذه، فهمتي؟ ومرحبا بالجميع. بالنسبه ديال العنق كاينه وحده عباره هي الاولى، بالنسبه ديال العنق كاينه 10 غرام فاصله 6 هي هاد الفوقانيه هادي، 10 غرام فاصله 6 كطيح ب 5900 هاد الفوقانيه، 5900 درهم، 5930 درهم، نقولها 5900. كاينه هادي فيها 13 غرام و40، الثانيه هادي 15 غرام، 13 غرام و40، 13 غرام و40 فيها، هذه كطيح البنات ب 7500 درهم،
7500، وكاينه الثالثه ديالهم فيها 15 غرام و20. نقول لكم شحال الثمن ديالها، 8500 درهم. المهم اللي بغات شي حاجه تواصل معنا في النمره ديال 0625 88 47 80. ومرحبا بالجميع. وبالنسبه للغورميطات ديال الكلاش اللي وريتكم قويله البنات، راه مازال متوفرين، راه كنلوحهم ديما هادو عندنا في تيك توك. ومرحبا بالجميع. هادو كيديروا 1400 درهم، هادو وصلتهم لكم الاولين. وكاينين لي كوردو ديالهم دايرين 350 درهم، كوردو ديال الكلاش تقاد لي غيكون غدا. بالنسبه للغورميط راه مازال 1400 درهم، ما زدنا فيها والو، راه دايره 1600 درهم، 1700، 1500، كل واحد شحال كيبيعها. دايرين ليهم اختي 1400 درهم، واللي عجباتو شي حاجه راه القياس ديالها ستوندار كتجي لاي واحد. الناس راه دخلوا على تيك توك، راه غتبان لكم مليوحه بزاف، مجوهرات عثمان، غطلع لكم في اي باج طلعتوا ليها غطلع لكم. وكنشكركم بزاف الناس ديال الفيسبوك، الناس ديال تيك توك، الناس ديال انستغرام، الناس ديال يوتيوب، شكرا لكم بزاف. والله يسهل على كل واحد، والله يسهل على اي واحد نوا شي حاجه الله يكمل عليه. كتكون غليظه من القدام اختي، من الجناب ديالها كتكون رقاقه، من الخدمه القديمه هي اللي كتكون غليظه كلها. اختي زينب الله يكبر بك اختي، الله يحفظك، الله يحفظك اختي. الحمد لله، الحمد لله اختي. الخاتم ديال الكلاش كاين، كاين ديال 1800، 1750، حتى 1900 على حساب القياسات. هادو ريزين مضوبلين من الداخل، اللي عجبها شي واحد دير لي سكرين وصيفط القياس ديالك ونقول لك الثمن ديالو بالضبط. كاين من 1750 حتى 1900، كاين صغير متوسط كبير. اي اختي كلشي كنديرو هنا ذهب 18 كار. المهم الاخوان وصلنا دابا تقريبا ساعة 58 دقيقة، الله يجعل شي بركة. نشوفكم مرة أخرى إن شاء الله، وخليونا شي دعوات زوينين ديالكم. الله يلا عرقنا بالله مع الصاد شوية، خاصنا شي لاكليميك. مرحبا بكم كاملين، اللي خصاتو شي حاجة يتواصل معايا في 0625 88 47 80. ومع السلامة، ونخليو لكم الراحة إن شاء الله. السيمانة الجاية إن شاء الله نكونوا في ميزات جداد ومع أرتيكل جداد إن شاء الله. ومرحبا بالجميع، مع السلامة.